بدأنا المحاضرة الماضية في مفهوم الانهيرتانس أو الكلاس انهيرتانس، إنه بيكون في عندي حاجة اسمها سوبر كلاس أو بيرنت كلاس، وفي عندي سب كلاس أو تشايلد كلاس، وإنه في الانهيرتانس إنه السب كلاس بياخد كل الخصائص اللي موجودة في السوبر كلاس. طبعاً الهدف من هاي الشغلة، الهدف من الانهيرتانس إنه أنت تعمل إعادة استخدام للكود بدل ما تعيد تكتبه. لما انت عندك يكون الكود مكرره حاطه في اكثر من مكان، اسوأ حاجة عند التعديل، لا لو اضطريت ان انت تعدل الكود بدك تعدل هذا الكود في اكثر من مكان. لكن لو انت عامل الكود هذا في مكان واحد وبتستخدمه في عدة اماكن، لما بدك تعدله بتعدل بس في هالمكان هذا. تمام؟ يعني تخيل معايا السيارة. السيارة أنت بتركب المكونات على بعض، بتركب بتصنع المحرك لوحده، بتصنع الهيكل لوحده، العجلات لوحدها وهكذا، وبتركبهم على بعض. وفي عندنا طريقة تانية في التصنيع، إنه أنت تصنع السيارة كلها مرة واحدة، دفعة واحدة. تخيل انه انت بدك تعدل على المحرك، بصير الاشي بسيط. هل انت مضطر انه انت تعدل على الهيكل؟ هل انت مضطر انه انت تعدل على العجلات تبعت السيارة؟ خلاص بتعدل اللي بدك اياه في المحرك. لكن بالاسلوب الثاني اللي انت بتصنع فيه السيارة كلها دفعة واحدة قالب واحد، بيكون من الصعب انه انت تعدل على جزء بدون ما انت تعيد انتاج السيارة كلها بالكامل. وهنا هذا اللي احنا بدنا نتعلمه في الاكواد. بتتعلم في الاكواد انه انت ايش تركب الاشياء على بعض، انه انت تعملها مره واحده وتركبها انه هي تشتغل مع بعض. خدنا مثال المحاضره الماضيه اللي هو نعم هاي السكوير وهاي الكيوب. تمام، حكينا ان المربع في ضلع واحد. تمام، هاي دالة الانت، دالة الاس تي ار، حساب المساحة هو الاكس في الاكس. تمام، وهنا المحيط هو عبارة عن 4 في الاكس. تمام، والكيوب حكينا انه هو عبارة عن سب كلاس بياخد من سوبر كلاس سكوير. حكينا كيف بدك تعمل له امبورت، حكينا from اسم المجلد دوت اسم الفايل بدون بي واي هيو، وهنا جوا اسم الكلاس. هاي كتب لك اياها هنا كملاحظة، من اسم من المجلد دوت فايل نيم بدون البي واي امبورت كلاس نيم. واتفقنا انه السيلف هي عباره عن بوينتر لنفس الكلاس، والسوبر هي عباره عن بوينتر للسوبر كلاس. طبعا هنا لما الكيوب بيعمل انهيرتنس من سكوير، ساعتها ما فيش داعي اني ارجع اكتب الانت والاس تي ار لانه هي نفس الشيء بدون تغيير. فبالتالي لما صار انهيرتنس هو فعليا نزل الانت والاس تي ار والاريا والبريميتر من السكوير، نزلت وين؟ صارت موجوده في الكيوب. لكن هنا عشان هيك انا ما عدتش كتبت الانت والاس تي ار، لكن هنا كتبت، اضطريت اني اعيد كتابه الاريا لانه مساحه السكوير، مساحه الكيوب عفوا مختلفه. عليكم السلام. مساحة الكيوب مختلفة. ايش مساحة الكيوب؟ هي عبارة عن مساحة وجه ضرب عدد الأوجه اللي هي 6. هاجيت المساحة الوجه موجودة أنت عندك في البيرنت،
كيف بدك تستدعيها؟ سوبر دوت اريا، بدل ما تعيد كتابتها مرة تانية هيك استخدمتها. فبالتالي بدك تصل لميثود موجودة في سوبر كلاس، كيف تصلها؟ سوبر قوسين نقطة اسم الميثود. بدك تصل لميثود في نفس الكلاس سيلف دوت ميثود، تستخدم البوينترز هذول السيلف والسوبر، تمام؟ يبقى هذه الدالة هي حطت لك عليها كومنت، عملنا لها override من السوبر كلاس. ليش عملنا override؟ لأنه مختلفة، الكود تبعها بده يكون مختلف، عشان هيك رجعت عملت لها override. لكن في عندي هنا دالة تانية مش موجودة في السوبر، اللي هي الفوليوم، لأنه انت عندك المربع مستوي فيش فيه حجم، بدنا دالة للحجم. دالة الحجم عبارة عن ايش؟ او مرفوع للقوة 3، نفس الاشي، او مرفوع للقوة 3، تمام؟ باور، تمام؟ طيب بدنا ناخد حاجة اسمها Multiple Inheritance، انه هنا بدي يكون في عندي اكتر من كلاس زي هيك. فكيف بده يكون؟ انه انا فعليا عندي الكلاس A، تمام؟ طبعا الاسهم احنا بنعملها بالشكل هذا B، C، بهذا الشكل. يبقى هنا هذا الكلام لو احنا مثلناه بهذا الشكل، انه انا عندي طبعا هذا الكلاس A، تمام، وهنا عندك الكلاس B، وهنا بده يكون عندك الكلاس سي، بهذا الشكل. فهنا ايش بدك تعمل؟ تعمل سهم بهذا الشكل، يعني انه الـ A هي الـ parent و B هي الـ child. الـ B بياخد من الـ A، وهنا بنفس الوقت انه انت بتعمل كمان مرة هذا الشكل زي هيك، تمام؟ هذا بنسميه multiple inheritance، انه انت يكون في عندك اكثر من مستوى في الانهيرتنس. فبالتالي احنا عملناها بهذا الشكل، البي بياخذ من الاي والسي بياخذ من البي، اللي هو اصلا بياخذ من الاي. خلينا نعمل هذا الكلام في كود، كيف ممكن نعمله؟ خلينا نعمله هنا على ال جيبتر. كيف نعمل كلاس فاضي؟ كلاس A بس. طبعا هنا في البايثون
ينفعش ان انت تعرف كلاس وما تكتبش فيه حاجه، بيقبلش منك، بقول لك انه لازم تكتب اشي في الكلاس. فبدنا نحط حاجه انه empty statement، هذه الباس عباره عن empty statement، جمله فاضيه. زي ايش؟ زي ايه؟ لا، باس عباره عن empty statement، مش continue بمعنى الكلمه، ولكن هي عباره عن empty statement ما بتسوي ولا شيء. تمام؟ ونفس الشيء انت في الداله ممكن انت تعرف داله def مثلا اف واحد، هنا لو سكتت زي هيك بقبلش منك انه انت تعرف داله بدون ما انت تكتب فيها كود، فنعمل باس. لا بترجع ولا اشي، ولا انه بتنتقل الكونتينيو بتنتقل لبدايه اللوب، لكن الباس هنا عباره عن امتي ستيتمنت ما بتسويش ولا اشي. طيب نرجع للشكل تبعنا هذا اللي هو انه الكلاسز هاي بهذا الشكل، انه الكلاس A بياخد من الكلاس B بياخد من A وC بياخد من A، فكيف نعملها بهاي الطريقة؟ الآن نيجي لكلاس B. B بتاخد من A، بتاخد من B، كيف؟ C بتاخد من B اللي هي بتاخد من A. هاي الشكل هذا كمان مرة شوف. تمام؟ أنا بس بدي أحط لك إياها بالصورة. كإيميج. يبقى هذا الشكل، هنا كلاسز نفس هذا الشكل. تمام؟ يبقى الكلاس B نخليه ياخذ من A، يعمل inheritance من A، كيف؟ تحت قوسين A نكتب فيه كود؟ لا أنا مستعجل هالجيت بس. كلاس C ياخذ من دي اللي هو بياخذ من ايه. تمام؟ وضحت الفكره في المالتيبل انهيرتنس. طيب خلينا نرتب هذه الافكار. هنا عندي ريكتانجل سكوير كيوب، المره الماضيه احنا عملنا ايش؟ سكوير كيوب، وحكينا انه الكيوب هو عباره عن سكوير، المكعب هو عبارة عن مربع ولكن ست مربعات، مجسم مكون من ست مربعات. طيب حكيت بدنا نقول انه المربع مستطيل ولا المستطيل مربع؟ مربع مستطيل. مربع مستطيل برضو مصير؟ بنفع نكون انه المستطيل مربع؟ المربع مستطيل، بس ايش ماله المستطيل هذا؟ اللينث والويث تبعته متساويات. تمام؟ يبقى ما ينفعش انت تقول انه مستطيل هو عباره عن مربع، عمره ما بيكون المستطيل مربع. مستطيل مستطيل، ولكن المربع
عبارة عن مستطيل بس اللينز والويث ال والدبليو اللي هي الطول والعرض متساويات. تمام؟ يبقى اتفقنا. فبنبدأ بوين في البيرنت، يبقى هنا سكوير بياخد من ركتانجل، والكيوب بياخد من السكوير اللي هو أصلا بياخد من ركتانجل. نبدأ في البيرنت، إيش أنا عندي في البيرنت؟ الركتانجل، الانت، إيش الاتريبيوتز؟ اللينث والويث. اتفقنا إنه هذه باراميتر في الكونستركتور، وهنا سيلف دوت لينث بتساوي اللينث، والسيلف دوت ويث بتساوي الويث. ايش المساحة المستطيل؟ الطول في العرض. ايش المحيط؟ 2 في الطول زائد العرض. شوف الان الكلاس الريكتانجل نعرفه، خليه ياخذ من عفوا كلاس السكوير نخليه ياخذ من ريكتانجل، يعمل انهيرتانس منه. شايف كيف صغر الكلاس هذا؟ كيف عرفت المربع انه هو عبارة عن مستطيل؟ هنا ما دام الانت انا عندي مختلفة، بدي اضطر ارجع اعيد اخذ الانت. هو فعليا ايش نزل انا عندي في السكوير من الريكتانجل؟ نزلت الانت والاريا والبرميتر. في الانت هنا ايش باخذ؟ لينث وويث. لكن في المربع انا ايش في عندي؟ بعد واحد. بالضبط، لكن هذا بستدعيها هيو في الانت تبع السوبر، شايف؟ تمام؟ فبالتالي لكن الريكتانجل انت لما تيجي تعرفه ما تقولوش ريكتانجل 4 و4، لا ريكتانجل 4 وهو لحاله يعرف انه الضلع الثاني 4. بالضبط. فبالتالي هنا في دالة الانت انه الاختلاف انا عندي انه بياخذ 1 باراميتر اللي هو ضلع من الأضلاع. وهنا بستدعي الانت تبع السوبر كلاس بهذا الشكل، يبقى سوبر نقطة انت أعطيته ايش؟ الضلع نفسه. فبالتالي أنا عرفت إنه المستطيل هو عبارة عن مربع ولكن أضلاعه متساوي. تمام؟ هل في داعي أعيد أكتب الأريا؟ لا، لانه هي عباره عن length في width، احنا مررنا له length في length، فبالتالي حيرجع length في length، ضلع في نفسه. والبرميتر هل في داعي؟ لا، برضه نفس الفكره. تمام؟ فبالتالي شايف كيف زغر الكلاس، عدد استخدمت شغلات موجوده في السوبر كلاس، ما فيش داعي انه انت تعيد تكتبها تاني. تمام؟ نيجي للسكوير، للكيوب عفوا، بياخد من السكوير واللي هو اصلا بياخد من الريكتانجل. تمام؟ هل في داعي اني اعرف الانت؟ خلاص، هيها هذه هي نفسها نزلت هنا موجوده. تمام؟ فبالتالي ايش الاختلاف انا عندي؟ المساحه. مساحة المكعب عبارة عن ايش؟ بنسميها السيرفيس اريا، مساحة الأسطح تبعته. هي عبارة عن بدك تحسب مساحة وجه واحد. تمام؟ كيف بدك تستدعيها؟ نستدعيها من السوبر. جبنا مساحة وجه واحد، وايش بدنا نسوي؟ نضربها في ستة. في السوبر هنا بيكون السكوير صح؟ نعم. بدك تصل الاريا اللي موجوده هناك بتعمل سوبر سوبر اسم الميثود تنتين. وفي عندي داله مختلفه اللي هي الفوليوم، مش موجوده فوق. هذه احنا عملنا هذه انه مش موجوده فوق. ايش عباره انه الفوليوم؟ كيف؟ ما هو اللينث برضه من السوبر نزلت معايا، بدك تصلها لازم بالسلف. هنا لو استخدمت سلف معنى ذلك انه حتيجي لك المساحة اللي
لأنه هي تزبط في المثال هذا اللي احنا شرحناه هنا، إنه كانت اسم الدالة هنا square كانت area، في الكيوب برضو كان اسمها area. هنا في عنده خربطة إنه التنتين area، تمام؟ فعشان تتزيل اللخبطة هذه بدك تستخدم super dot area، تمام؟ وهنا نفس الشيء، أنت بدك تقول له إنه أنت بدك الاريا اللي موجودة في السوبر اللي هي أنت أخذتها من السكوير، واللي في السكوير أنت أخذتها أصلا من الريكتانجل، فبتستخدم هنا السوبر، تمام؟ هنا الاتريبيوت هذه اللينث نزلت معايا أنا من السكوير، واللي هي أصلا نزلت معايا من وين؟ من الريكتانجل. لازم تستخدمها مع السلف. يبقى الاتريبيوتس دائما بدك تستخدمهم، هنا بدك تستخدمهم مع سيلف، حتى لو كانوا انت جبتهم من السوبر كلاس. خلي بالك من النقطة هذه، تمام؟ يبقى الفوليوم عبارة عن ايش؟ مساحة احد الاوجه ضرب الارتفاع. تحسب يعني زي كأنه هذا المستوي انت بتكرره كذا مرة فبتجيب الحجم، فبالتالي انت بتحسب مساحة السطح ضرب اللينث بهذا الشكل. هنا عرفنا سكوير طول الضلع تبعه 4، حسبنا الاريا 16، 4 في 4 تمام، شغال تمام. عرفنا كيوب 3 تمام، وحسبنا السيرفيس اريا نعم، والفوليوم 27 تمام، واضح المالتيبل انهيرتانس.